أزمة الإسمنت، هذه الأزمة المتفاقمة ونرى تفاقمها يوما بعد يوم، بداية ما هي أسبابها؟ بداية يعني الأسباب أزمة الإسمنت عموما تتمحور بخلل بالطلب والعرض، وتقريبا نقدر نقول في المنطقة الغربية من المملكة، لأن معظم المشاريع البنية التحتية حاليا تتركز في المنطقة الغربية ضمن مشاريع توسعة الحرمين الشريفين وأيضا المشاريع العقارية المهمة هناك. ودائما نلاحظ دائما التركيز على المنطقة الغربية، جدة، مكة، المدينة، الطائف وغيرها من المدن. ولكن إذا نظرنا إلى بقية المناطق نجد أن هناك نوع من الاستقرار، خلينا نقول، أو عدم وجود مشاكل بالدرجة الأولى. سبب الأزمة يعني لعدة أسباب. أول شيء تحكم الموزعين أو الحلقات الوصل بين المستهلك النهائي وبين المصنع، دائما يستغلون مثل هذه الظروف الاقتصادية وهذه الأوضاع، وبالتالي يزيدون هوامشهم الربحية على حساب المستهلك النهائي. ايضا هناك ازمه النقل، لان كانت احد الاسباب اللي تم استغلالها سلبيا في الحقيقه واثرت على وجود هذه الازمه. ونتكلم هنا عن ازمه النقل البري، اللي كان بعض المتعهدين النقل يعني يفضلون التحول الى سلع اخرى بعيدا عن الاسمنت نظرا لمكاسبهم، او يعني يحققون هوامش افضل من نقل الاسمنت، وبالتالي ظهرت ازمه الاسمنت بسبب ازمه النقل اساسا. أعتقد أن يعني وزارة التجارة تراقب هذا الوضع عن كثب، ويعني تحاول أن تحد من وجود هذه الأزمات يعني في المملكة. وأعتقد أننا يعني نوعا ما نحاول أن نحل المشكلة. أيضا هناك جانب يعني غير مباشر تكون متسبب فيه، هي الشركات نفسها، شركات الإسمنت، يعني لأنها يعني مع الأسف، وليست كل الشركات، أنا أقول بعض الشركات مع الأسف تفتعل هذه المشاكل عشان يعني على سبيل المثال الطاقات الإنتاجية. الانطاقات الانتاجية الحالية في الحقيقة أقل كثير من الطاقات التصميمية الموجودة للمصانع، وبالتالي يعني دائما شركات الاسمنت تحاول أن تلبي الطلب المحلي ولا تزيد عن الطاقات الانتاجية الفعلية حتى لا تكون هناك وفرة، وبالتالي يضغط على الأسعار. وهذه أعتقد أزمة يعني نعانيها من سنوات طويلة وليست يعني وليدة لحظة. لكن عموما أعتقد يعني مع توجهات الدولة ممثلة بوزارة التجارة، أعتقد أننا يعني خلال السنوات القادمة يعني حنشهد نوع من الاستقرار، وحيكون في ضبط أكثر ورقابة أكثر على مثل هذه الأزمات حتى لا تحدث يعني ارتباكات في سلعة مهمة مثل سلعة الإسمنت، لها ارتباط مباشر وغير مباشر على الاقتصاد في المملكة. نعم، كيف ستكون تبعات هذه الأزمة، وكيف سيكون تأثيرها على السوق السعودي؟ على قطاع الإسمنت؟ ما اعتقد ان لا تاثير، لان يعني شركات الاسمنت المدرجه في السوق يعني هوامشها محدده من وزاره التجاره. هي تبيع الاسمنت او الكيس الاسمنت تقريبا ب 12 ريال، او الاسمنت السايب نفس الشيء يعني باسعار محدده من وزاره التجاره. المشكله هي دائما بمساله النقل والتجار التجزئه تحديدا اللي هم يبيعون للمستهلك النهائي. تلقى دائما المستهلك النهائي مع الأسف يعني تصل الأسعار في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 20 ريال، وهذا في إجحاف كبير على المستهلك النهائي. نعم. وبالتالي يعني من المنطق أن يكون البيع بحدود 13 إلى 14 ريال، هذا الوضع الطبيعي. لكن مع الأسف يعني هناك تجاوزات قليلة أو خفيفة، خلينا نقول توصل إلى 15 أو 16، لكنها تظل مجحفة أيضا بالنسبة للمستهلك النهائي، وهنا المشكلة دائما. لكن بالنسبة للسوق السعودي أو الشركات الإسمنت المدرجة، أعتقد أنها لا تتأثر، لأن ما زالت يعني تحتفظ بهوامش ربحية ممتازة جدا بالنسبة لها، وبالتالي حتى لو باعت 12 ريال يظل مربح جدا جدا بالنسبة لهذه الشركة. نعم، عموما يعني نرى الآن أن شركة سابك دخلت في نطاق الأحمر، انخفضت، وهناك الكثير أيضا من الشركات القيادية يعني توجهت نحو اللون الأحمر. نتكلم الآن سيد محمد عن مشروع النقل العام وتأهل شركة النقل الجماعي. هل تعتقد أن هذا المشروع سيكون له الأثر على القطاع البنكي كتمويل مجزي لها؟ يعني صحيح هيكون مجدي، لكن طبعا كنسبة وتناسب بالنسبة الإجمالي المحفظة التمويلية المصارف عموما يظل نسبة بسيطة، يعني لا تذكر يعني كثيرا. لكن عموما يعني مشروع النقل، أول شيء لابد أن نشوف من الشركات اللي هي طبعا النقل الجماعي تأهلت، لكن هذا لا يعني أنها فازت بالعرض.
وبالتالي لا يجب أن ننظر أيضا إلى مشروع النقل في مدينة جدة أيضا بالتوازي مع مشروع النقل في مدينة الرياض. ومن المهم دائما أن ننتبه إلى البزنس موديل أو طريقة العمل للشركات اللي بتفوز بهذه العطاءات. هل حتعتمد على رأس مالها أو حتعتمد على التمويل، وكم حجم التمويل؟ كل هذه الأسئلة يعني مهمة جدا حتى نقدر نعطي تصور لمدى استفادة القطاع المصرفي من هذه المشاريع. لكن بالتأكيد أن مشاريع كبيرة، مشاريع يعني حتعتمد يعني بشكل أو بآخر على رأس المال، لكن أيضا من المهم أننا نشوف مدى تمثيل التمويل لمثل هذه المشاريع حسب خطط الشركات اللي حتفوز في مثل هذه المشاريع. نعم، أيضا وزير الاقتصاد والتخطيط دكتور محمد الجاسر ذكر أن توجه المملكة نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار المعرفي، طبعا ذكر أن هذا خيار استراتيجي، كيف ممكن أن يؤثر ذلك على السوق خلال هذا الأسبوع؟ طبعا إذا ذكرنا الاقتصاد المعرفي يعني يمكن أبرز شركة مدرجة في السوق يعني ترتبط بمثل هذا الموضوع اللي هي شركة المعرفة أساسا، الشركة اللي تمارس نشاطاتها من خلال المدينة المنورة، ومن المفترض أنها تقوم بإنشاء صرح معرفي ضخم جدا في المدينة المنورة. يعني بشكل عام يعني المملكة في السنوات الأخيرة ركزت يعني اهتماماتها للاقتصاد المعرفي، واضح جدا من الإنفاق الحكومي الكبير على التعليم وتحديدا على التعليم العالي في المملكة، سواء يعني تمويل الجامعات وأيضا تمويل الابتعاث الخارجي ده خارج المملكة. وهذا كله يستهدف أن نوصل إلى شباب لديهم مستوى عالي جدا من المعرفة، وهذا مهم جدا في تكوين الشباب السعودي الجديد اللي حينخرط في سوق العمل. لا أعتقد أنه حيكون له تأثيرات سريعة ومباشرة على السوق السعودي. أعتقد الشركات عموما في المملكة والشركات المدرجة في السوق حتستفيد من الجيل الجديد من الشباب السعودي اللي حيرتقي بمستوى الإدارة ومستوى الخبرات اللي موجودة في الشركات المدرجة في السوق، لكن هذا طبعا سيحتاج إلى سنوات طويلة حتى نبدأ نشوف انعكاسات هذا على الشركات. لكن إذا نظرنا إلى يعني سبب مباشر وسريع، أعتقد أنه يعني حيكون متمثل في شركة المعرفة اللي مدرجة في السوق، لكنها طبعا حتحتاج أيضا إلى تنفيذ خططها الموجودة حسب نشاط الإصدار على أرض الواقع، لأنها اللي قاعد ألاحظة ركزت على النشاط العقاري بالدرجة الأولى أكثر من الاقتصاد المعرفي نفسه اللي هو أساس نشاطها الرئيسي. يعني إلى الآن لم نسمع أخبار عن أن الشركة أنشأت فعلا صرحها التعليمي وبدأت فعلا أنها تتوسع في هذا المجال، لكن اللي قاعدين نلاحظه تركز الشركة دائما على مشاريع العقارية بالدرجة الأولى ودخولها في شراكات استراتيجية مع شركات عقارية وقيامها بتطوير عقاري أكثر من يعني تطوير معرفي بالدرجة الأولى، وهذا هي الملاحظة الوحيدة. وبالتالي أعتقد يعني إذا استمر الوضع على ما هو عليه يعني ما أعتقد أن السوق حيستفيد بشكل كبير إلا إذا كان هناك استفادة من ما ذكرنا من الشباب السعودي اللي تخرج من الجامعات أو اللي تخرج من برامج الابتعاث هذه، وبالتالي ينخرطون في الشركات المدرجة سواء في القطاع المصرفي أو القطاع البتروكيماوي وغيرها من القطاعات حتى تكون هناك استفادة على المدى الطويل. نعم سيد محمد، يعني هناك الكثير من الشركات كانت قد أعلنت عن أرباحها وبعد ذلك أعلنت أيضا عن توزيعات، مثل المملكة، مثل اتصالات، عدد يعني من صحيح. الشركات، ما هو تقييمك لهذه التوزيعات؟ طبعا معظم التوزيعات إلى الآن يعني لم تأتي بمفاجآت، في معظمها يعني أتت مقاربة لما تم توزيعه في العام الماضي. يعني إذا نظرنا على سبيل المثال المملكة القابضة العام الماضي أعلنت عن توزيعات 5% توزيعات أسهم أرباح عفوا نقدية، أيضا السنة هذه نفس النسبة، لكن الملفت أنها جزأتها على أساس فصلي بالمقارنة مع العام الماضي اللي كان على شكل دفعة واحدة. لكن بقية الشركات اللي أعلنت تقريبا متقاربة إلى حد كبير مع ما تم الإعلان عنه في السنوات الماضية أو حتى في السنة الماضية تحديدا. يعني لم تكن هناك مفاجآت ملفتة صراحة بالنسبة لنسبة التوزيعات الأرباح أو حتى لأسهم المنحة، في بعض الاختلافات البسيطة. لكن أيضا اليوم على سبيل المثال لفت انتباهي موضوع مختلف نسبيا اللي هو موضوع الإعلانات التوزيعات أو عفوا الأرباح النتائج المالية السنوية المدققة وتحديدا للاتصالات السعودية، لأن النتائج المدققة أظهرت اختلاف ملموس مع النتائج الأولية.
كان في انخفاض على الرغم من نتائج الربع الرابع كانت منخفضة بشكل كبير عن سابقتها، لكن أيضا النتائج المدققة أتت بنتائج أقل يعني بحوالي 74 مليون ريال، وهذا يزيد من يعني خيبة الأمل على النتائج لشركة تعتبر رائدة في السوق وأيضا في قطاع الاتصالات مثل شركة الاتصالات السعودية. وأعتقد أن مثل هذا التغيير أو التحديث يعني كان له انعكاس اليوم على تحركات سعر سهم الاتصالات السعودية. لكن عموما بشكل عام توزيعات النقدية واضح أنها اهتمامات يعني مركزة عليها سواء للتوزيعات النقدية أو أسهم المنحة، وأعتقد هذا يهم بالدرجة الأولى المستثمر طويل المدى اللي يهمه دائما العائد على الاستثمار من خلال التوزيعات بالدرجة الأولى، لأن هذا هو اللي يبحث عنه المستثمر الاستراتيجي بالدرجة الأولى. المضاربين لا تهمهم أبدا مثل هذه الأخبار، المضارب دائما يبحث عن المكاسب الرأسمالية قصيرة الأجل، وهذه مع الأسف يعني في الغالب لا تتوفر في الشركات القيادية، دائما تتوفر في الشركات المضاربية اللي تتركز في قطاع التأمين أو قطاع الزراعة أو غيرها من القطاعات. وبالتالي يعني المضاربين يعني لا تهمهم مثل الأخبار في الوقت اللي المستثمرين الاستراتيجيين هم اللي يبحثون ويتابعون بدقة أخبار التوزيعات بشكل يعني تفصيلي وبشكل يعني معمق جدا. نعم، أيضا نذكر المشاهدين أن في هذا الأسبوع سوف يكون هناك موعد صرف أرباح نقدية لمساهمي موبايلي وجرير عن الربع الرابع بواقع تقريبا ريال وربع وأيضا ريال وخمسة وثمانين هللة. سيد عمران، بالنهاية يعني وعلى عجالة، زين قد حصلت على عدة تمديدات لسداد القرض، بلغت هذه 6 مرات التمديدات، كان آخرها في شهر يناير الماضي. هل تتوقع أن هذه التمديدات سوف تنعكس على واقع السهم وعلى أيضا الملاءة المالية للسهم، وكيف سوف يتأثر هذا الأسبوع؟ بدقيقة واحدة لو سمحت. سؤال جميل، يعني واضح أن يعني هو بشكل عام أعتقد حيصلون لنتيجة، لكن السؤال متى وكيف سيصلون، يعني وش الآلية، وش مكونات الاتفاق اللي حيصلون له. بالتأكيد هذا موضوع مهم جدا بالنسبة لزين السعودية، وبالتالي أعتقد مستقبل الشركة هيعتمد بشكل كبير على شكلية الاتفاق اللي سيتم التوصل له مع البنوك الدائنة. إذا كان يعني الشروط بنفس الشروط الحالية أعتقد أنه يعني حيكون سلبي، لأنه حيضغط كثير على ربحية الشركة، وبالتالي حيزيد من الضغط على تحقيق الخسائر بالنسبة للشركة. لكن إذا توصلوا إلى حلول يعني أو اتفاق فيه نوع من الانخفاض في تكاليف التمويل، أعتقد أن هذا حيعطي دفعة قوية لسهم زين السعودية، وبالتالي نقدر نقول أن الشركة يعني ممكن أنها يعني تشوف ضوء في نهاية النفق المظلم. نعم. هذا، لكن بالتأكيد يعني حيصلون النتيجة، لكن المهم دائما متى وكيف والشكل اللي سيتم الاتفاق عليه، هذا هو محور الموضوع وهو اللي تعتمد عليه شركة زين السعودية كثيرا مستقبلا. نعم، إذن سيد محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، شكرا.